مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر. تحيه مسائيه عطره نزفر لكل الأوفياء اينما كانوا، سواء داخل المغرب او خارج المغرب، بطبيعه الحال من خلال هذا اللايف المباشر، من خلال هذا البث المباشر الذي عودناكم عليه كل ليله في اطار دردشتنا الليليه مع الحباب. موضوعنا الليله اخواني الكرام نخصصه لواحد الموضوع اللي هو موضوع مهم جدا، موضوع اللي كيستحق النقاش بالفعل. فربما الكل منكم يعني ولا شك فيه بان مجموعة الناس اللي تعرضوا للخيانة بمختلف الأنواع ديالها ومختلف الأشكال ديالها، وهذا الشيء كيطرح واحد السؤال عريض: ما سبب انتشار الخيانة مجتمعنا؟ هل الأمر يتعلق بانهيار منظومة الأخلاق والتفسخ الاجتماعي وانهيار القيم والمبادئ المجتمعاتية؟ ولماذا أصبحت العفة قليلة وأصبحت ربما الأخلاق قليلة في شباب اليوم؟ وعلاش يعني ولينا كنشوف بأن المجتمع ديالنا ولا غادي في واحد نسق وواحد تدهور خطير جدا ديال الأخلاق، وكثر الفساد وكثرة الخيانة بمختلف الأنواع ديالها، سواء تعلق الأمر بالخيانة بين الأزواج أو خيانة الأمانة أو الغدر وغيرها من المصطلحات اللي ممكن ان الانسان يتعرض لها بطبيعه الحال. فايضا هناك مجموعه من الناس كما قال الاخ محمد العطار، تحيتي لك خويا محمد، بطبيعه الحال يعني كاين مجموعه من الناس اللي ولاو تابعين المظاهر، تابعين الماديات، واصبحوا يلهتون وراء كل هذه الامور بطبيعه الحال. خويا محمد ما كذبتيش، الماديات ولات يعني طغات في المجتمع ديالنا، ولا الاخ يقدر يخون الاخ ديالو، ولا الصديق يقدر يخون الصديق ديالو، يعني ما بقاتش ثقه بطبيعه الحال. مو سعيد مصطفى من مدينه الدار البيضاء، تحياتي لك اخي الكريم. ربما المجتمع المغربي اليوم بات الى وقت قريب يعني واحد المجتمع اللي كان يعني كانت فيه الحشمه، كان فيه الوقار، كان فيه الصغير يحترم الكبير، كانت مجموعه من الامور اللي كانت ايضا القناعه، كان الرضا، يعني اي واحد قانون ما عطاه الله يعني ما كيقلبش على الزياده، ما كيقلبش على حتى شي حاجه، وكان ايضا الناس يعني كتدافع على الشرف ديالها وكتدافع على الكرامه الانسانيه ديالها قبل كل شيء. الا ان في العصر الحالي ربما يعني هذه الامور كلها اصبحت عمله نادره. وشنو السبب في نظركم؟ وعلاش يعني ولينا كنشوفوا كثره الخيانات، خاصه الخيانه الزوجيه اللي ولات بواحد الشكل رهيب جدا اخواني اخواتي الكريمات؟ هذا هو النقاش ديالنا لهذه الليله، ولينا كنشوفوا مجموعه من الازواج يشتكون من الخيانه ديال الزوجات ديالهم، وبطبيعه الحال هذا الشيء كيخلينا اننا نتسالوا اشنو السبب يعني وراء هذا الامر ككل. سندوس كتقول: اولا بنادم ما كيخافش من الله نسى طغى بزاف. اكيد اختي الكريمه بطبيعه الحال الناس خاصة تخاف من الله سبحانه وتعالى مع الأسف الشديد. فاطمة الله كتقول: للأسف مبقاش ثقة في حتى واحد، الله يستر وصافي. تحياتي لك أختي فاطمة، شكرا لك. حنان رباط: مساء الخير أختي حنان، تحياتي لك. فكما قلت بطبيعة الحال يعني كانت مجموعة من الفضائل، مجموعة من الأخلاق اللي كانت كتغلب على المجتمع ديالنا المغربي، وكان واحد المجتمع اللي صراحة كانت فيه الأخلاق، كانت فيه يعني مجموعة من الأشياء، لأن اليوم ربما هاد الأمور كلها يعني اندثرت بواحد الشكل رهيب جدا، ولينا كنتسألوا أشنو السبب ديال اندثار الأخلاق وتفشي يعني الفساد ومجموعة من الأمور اللي ولينا كنت تعيش معها وأصبحت يعني لا ثقة يعني ولا مودة ولا رحمة بين أفراد المجتمع، ولو كانوا يعني بين أفراد الأسرة الوحيدة. يعني كانوا الناس يعني كان الناس زمان يعني ممكن أي واحد يعني يخلي الزوجة ديالو في أمان وفي أمن وطمأنينة لمدة طويلة، إلا أن اليوم ربما
يعني كثر الغدر وكثرة الخيانة بواحد الشكل رهيب جدا. خليد الطالبي كيقول الناس ما بقاش كيخافوا من الله والثقة ما بقات بين أزواج المادية. أكيد أخي الكريم، فالماديات يعني لعبت واحد دور كبير في المجتمع المغربي، ولات أيضا النساء اليوم ليست يعني نساء الأمس، يعني اللي كانوا يعني بواحد الشكل كبير الناس كانت كتحترم بعضها البعض. تحياتي لكل الناس اللي كتبع معنا هذا البث المباشر. لازلنا بطبيعة الحال مواصلين معكم إخواني الكرام في هذا البث بطبيعة الحال، وكنتمنى أنكم تشاركوا معنا بكثافة بتعليقات ديالكم من خلال هذا الموضوع اللي نثيره للنقاش، اللي هو لماذا أصبحت الخيانة منتشرة في المجتمع المغربي وانهارت الأخلاق والمبادئ المجتمعاتية. ف البخاري الحسن كيقول الخيانة الزوجية ناتجة على عدم الاقتناع بشريك الحياة، أضف إلى ذلك عدم التجديد في المظاهر والاقتصار على ما هو عادي جدا، بل يصل بعض الأحيان الإهمال لذات الشخص وعدم الاهتمام بالطرف الثاني. أكيد يا أخي، فنحن لا نتحدث فقط عن الخيانة الزوجية، وإنما نتحدث عن الخيانة في مجملها وفي معناها الشمولي، سواء تعلق الأمر بخيانة صديق لصديق له أو أيضا الشخص لشخص آخر أو خيانة الأمانة. كل هذه أمور وأنواع تدخل ضمن نطاق الخيانة. بطبيعة الحال الخيانة الزوجية جزء لا يتجزأ من هذه الخيانة، وبالتالي فالخيانة بين الأزواج يعني ربما لديها مجموعة من الأسباب والمسببات، بأن الشخص ربما في حينما يختار شريكة حياته لا يكون هناك اقتناع 100% ويكون اختيار عشوائي واختيار عن عدم حب، وبالتالي فأيضا ربما حتى الماديات وحتى الوضع المادي للأسرة يعني كيلعب واحد الدور كبير، والفقر بطبيعة الحال. ربما هناك من يأتي ويغري الزوجة بالمال ومجموعة من المظاهر، وكتولي يعني الزوجة اللي ما بطبيعة الحال اللي ليست كما كنقولوا في العامية ديالنا بنت الأصل، هي اللي كتمشي وكتخلي الزوج ديالها وكتمشي تتبع الماديات وتتبع ملذات الحياة بطبيعة الحال، والقناعة ما كايناش. العلاوي عبدو كيقول السبب الرئيسي هو الزواج الاعتباطي المنعدم المعرفة والعشرة بين الخطيبين. أكيد هادشي اللي تحدثت عليه خويا العلاوي بطبيعة الحال، كما كنقول الاختيار العشوائي لشريك الحياة هادشي اللي كيخليه بطبيعة الحال. وداد ريم المتتبعة الوفية كتقول السبب هو القناعة، مبقاتش المرأة تتشوف راسها رجلها ما عندوش والطمع تمشي عند واحد اخر عنده، ايوا تبقى معاك في السر والضراء ولا لا تتفضل الانسحاب. اكيد اختي بطبيعة الحال القناعة هو كنز لا يفنى، القناعة هو كنز الدنيا بطبيعة الحال، وخاص الناس تكون قنوعة وتكون يعني مقتنعة ببعضها البعض، وأيضا تكون العشرة وتكون مبنية على الثقة ومبنية على الحب والود والتعاضد والتعاون بين الطرفين، ويكون كل طرف مقتنع بالطرف الآخر بطبيعة الحال. والناس اليوم ربما كاين الناس اللي حتى ايضا الزواج اللي كيكون يعني زواج كما كنقول زواج ديال مصلحة او زواج عن كره، يعني الانسان يتزوج بطبيعة الحال ولا يختار شريكة حياته او شريك حياة ديالو بشكل شخصي، والناس هما اللي كيختاروا ليه سواء الوالدين، يعني هذه ايضا بين المسببات ديال الخيانة، ونسأل الله السلامة والعافية. ف يعني في الوقت السابق أيضا كان من الصعب أننا نوجدوا بأن الزوجة تقدر تخون الزوج ديالها، يعني كانت نادرة جدا، وحتى أيضا الجار ديالو أو أيضا أن الصديق يتنكر للصديق ديالو أو يتجرأ الإبن على أبيه أو يعني مجموعة من الأمور. إلا أن اليوم
ربما كنشوفوا ان يعني مجموعه من الامور كنشوفها في المجتمع ديالنا اللي تغير بشكل كبير. يعني المواطن يعني اصبح يعني الخيانه يعني كتسري ليه بواحد الشكل كبير في الدم ديالو بطبيعه الحال. لان بطبيعه الحال الاسباب كثيره، والخلل يعني اصبح خلل في منظومه القيم وايضا الاخلاق اللي انهارت بواحد الشكل كبير، خاصه يعني في هذا الجيل اليوم اللي بطبيعه الحال كاينه واحد نسبه كبيره من الناس اللي مابقاتش يعني تحترم بعضها البعض، واصبح الاحترام ايضا عمله نادره جدا. وداد كتقول بنت الاصل هي اللي تتبقى مع راجلها في الحلوة والمرة. اكيد اختي الكريمة تحياتي لك. البخاري كيقول الخيانة في العلاقة الظاهرة الاجتماعية سبب ان الانسان المادي بطبعه يسهل التغير، ويمكن البشر الغدر لاجل المصلحة، فكم منا ضحايا غدر من اقرب الناس. بطبيعة الحال يعني الشيء الذي يحدث في النفس يعني حينما تكون يعني هذه الخيانة أو هذا الغدر نابع أو يأتي من شخص اللي هو شخص قريب ليك وكيكون يعني أقرب المقربين بطبيعة الحال. هذا الشيء يعني كيخلي مجموعة من الناس بأنها تفقد الثقة في أي شخص كيفما كان النوع ديالو. ونسأل الله السلامة، وبطبيعة الحال كنتمنى أن القيم المجتمعية والأخلاق ديالنا ترجع للسالف العهد ديالها، وإن شاء الله شوفوا ناس يعني يتحابون فيما بينهم ويكون الود والطمأنينة طبيعة الحال ترجع مرة أخرى المجتمع ديالنا. نشوفوا الأخلاق اللي ولينا ما بقيناش كنشوفوها، ما بقيناش كنشوفوا مجموعة من القيم اللي انضطرت بواحد الشكل كبير جدا في المجتمع ديال اليوم. إخواني الكرام، والخلل بطبيعة الحال فهو خلل ديال منظومة الأخلاق وخلل ديال المبادئ المجتمعاتية. تحياتي لكم إخواني الكرام، وكنشكركم على التعليق ديالكم. بطبيعة الحال سنة تحياتي لك أختي الكريمة. شكرا لكل الناس اللي كتابع معنا هذا البث المباشر، والناس اللي كتشارك معنا بالتعليق ديالها وبلي كومونتير ديالها الزوينين. كنشكركم جميعا، وكنتمنى لكم بطبيعة الحال ليلة سعيدة، وإن شاء الله على أمل اللقاء بكم في بث مباشر آخر في موضوع آخر بإذن الله تعالى وبركاته. إلى الملتقى.